أعلنت نتيجة التنسيق، إيه الخطوات بقى المفروض بتبتدي بعد إعلان نتيجة التنسيق؟ أعلنت نتيجة التنسيق، احنا عندنا طبعا مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة. بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى الطالب بيطبع بطاقة الترشيح بتاعته من على الموقع وبتوجه للكلية اللي هو ترشح ليها. احنا على الفور مجرد إعلان نتيجة بنبعت أسامي الطلبة لكل جامعة، يعني جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الطلبة اللي عندك راحوا كليات كذا 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 كذا، الطالب بياخد بطاقة ترشيح وصور شخصية ليه وبتوجه ليه للجامعة عشان يسجل نفسه فيها. تمام. بعد المرحلة الأولى والثانية بنفتح حاجة اسمها مرحلة تقليل الاغتراب. تقليل الاغتراب للطلبة ديت بعد انتهاء المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. تمام. وبرضه للطلبة المرحلة الثالثة بنفتح لهم مرحلة تقليل الاغتراب عشان برضه يبقى مساواة في النقطة دي تحديدا بتساعدهم ازاي المغتربين؟ لأن في ناس بتبقى بعيدة قوي، التنسيق بيحذفها بعيد قوي يعني. هو طبعا طبعا ده بنسبة محددة اللي هي نسبة 10%. ايوه. بنسبة 10% للتحويلات والتحول، والطالب بيرجع للمنطقه الجغرافيه ألف بالنسبه له، يعني طالب مثلا وليكن من طنطا وراح اسيوط بيرجع للمحافظه اللي هو اساسها، بس مش كل الطلبه بيتحولوا. احنا بناخد ال 10% والاعلى مجموعا برضه عشان يبقى مساواه بين الطلبه كلهم.